كلشي بخير، صحتكم لاباس، اماكم امانين، الله يحفظكم الله يخليكم لينا كاملين. حبابنا الزوينين، شخباركم؟ صحه ديالكم مزيان؟ نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. لا فامي، كيف ما كتشوفوا انا ولا خليوزا شحال زعما ما تجمعنا في شي فيديو، هذه ثلاثه الفيديوهات وحنا يا صحه غابرين على بعضياتنا، كل واحد خدمته. واليوم تلاقينا انا ولا خليوزا تلاقينا في محمدي عند خويا بعضا ان شاء الله باذن الله، واتفقنا غادي نديروا واحد المقلب اللي هو خاطر عرفتي علاش؟ لانه جاتنا الفكره، كنا ناعسين بكل صراحه وجاتنا الفكره. وراك كتقمشني يا صاحبي. وجاتنا الفكره ليا، شنو هي؟ ساره مرت بدر غسلات المشيشه ومشات تقدم شي طفانه. ما سيدي ما نقولش لكم الماخت ديال الطفانه، مشات تقدم شي مسائل ديالها، وحنا نقولوا اش بان لك تمشي نخليو له محلول بحال مشات المشى ونشوفوا رده الفعل ديالها ملي تجي ما تلقاش مشى في الدار بلاتي خلا. انا شدوها شانيل. ايوا خوتي، اش غادي نقول لكم؟ غادي تجي مرات خويا ان شاء الله فاش غادي تدخل، ولكن شنو هي؟ ما بقاتش انها راه مشات، بقات هي فائزه غادي تخدم خدمت هذيك الساعه، حيت حنا اي مقلب كندرسوه. شنو هي الخدمه ديال فائزه؟ هي غتستفز، يعني فهمتي؟ صافي بالك على هذه الحاله مشات. دابا المشكل ماشي استفز انا، لانه حتى انا طاري لي نفس المشكل وغنحس بها ديال بصح. اصعب حاجه هي هذه الصراحه الله، ولكن غنحاول. الدور ديالك واعر، كيخصك تستافز صافي. وصايا عرفتي ما تخويا، عرفتي مع الحيوانات كتحماق على بزاف. ويكفيك ليا الطارج وعطي حاجه يعني، ولكن كنعتبروا راسنا حيوان ناطق حنايا. هذه من الفاميله اخوتي، نخليكم هنايا. سميتها شانيل، شانيل المشيشه ديالهم، كنيتها جده حسني الطاري، وكنيتها بحال كنيتنا. الله يعطيني زال المشاشه. المهم اخوتي ما نطولش عليكم مقدمه، اللي غادي نشدوها غنخبيوها نبطوها للدار التحتانيه، الدار الثاني ديال خويا ان شاء الله باذن الله، وديك الساعه غادي تشوفوا رده الفعل ديالها. انا الصراحه شوفوا حاسه بها، ولكن بكل صراحه انا 50% بغيت نشوف رده الفعل ديال ساره، و 50% الاخرى بغيت نشوف رده الفعل ديال اميره. لانه اميره واحد العلاقه مع المشات معاه شي حاجه بزاف، دويتي بزاف وصافي. يلاه خليكم معايا خوتي، ملي كتجي تخيل معايا كدير لي دوفوار ديالها وكدير داكشي ديالها. اش من كتهضر كتبدا تضربني انايا هكا، خليني انا كدير لي دوفوار ديالها وداكشي، في الاخر كتجي كتحطها حداها وتلعب معاها وعطيها الخاطر ديال بصح. جيبيها تقمشني يا صاحبي؟ لا ما تقمشك، جيبيها عيطي لها. ها اجا طاح يا تسكت فيزا غادا باش تشد داك الموت ديال الطاح. هيا لي نشوفها انا. ما غسلت ليها كيبقاو يتوضاو. هيا لي هيا لي انا. اش 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 شانيل. المهم اخوتي غادي نديوها دابا انا ولا غليودا، باش غادي نديوها نربطوها للدار التحتانيه ونتسناو رده الفعل ديال ساره واستفزها مزيان. انا قلت لك صافي، انتي غادي تخدم الضو ديالك غادي تقمشني. وراه قمشتني قمشتني. ليتس جو خوتي الحباب، ما فيك سينا كاميرا الله سبحانه وتعالى. كحله كحله يلا. ايوا 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 الفكره باش فكرنا، باش حيت هي نجيب هو الدار التحتانيه. دابا عرفتي علاش في هذا الوقت ودابا غادي يجيو من طرونسبور وليدات بعضاك، ما بغيناش يحصلوها. وبلاتي نقول لهم باش ما نعيقوش بالمسائل، انايا غادي نخلي الباب محلوله وغادي نطلع لفوق السطح، وما غاديش تشوفني انا في الدار، ومن بعد نتعطل شويه عاد نجي. وطبعا باش ما نطولوش من الفيديو، هذاك ليسباس اللي غادي يكون بحال هكا غادي نقصها. صافي صافي طولتي الهضره، حفظونا عرفونا كيفاش كنتعاملوا معاه. الله يحفظكم اخوتي. ما تعطلش حيت خصني نجي. تعطلش ناري اخوتي، بغيت نشوف رد الفعل ديال اميره بزاف وحق الله العلي العظيم. كان بيجوا الستة هادي كيوصلوا من الدار مع الستة. شحال في الساعة دابا؟ ستة وقسم دابا غيكونوا هنا، دابا غيكونوا هنا. غليظة عرفتي شنو غنديرو؟ خاصك تمشي انتي. جاو 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 جاو، يلاه طلع طلع، هذا هو الترونسبور اللي كيسون اللي دارو.
سفيان فايزة هاويلي بابا الدار نتاعها سفيان فايزة مالكم بابا الدار نتاعها علاش فايزة ما كايناش في الدار؟ فايزة ما كايناش؟ كايناش؟ وفين مشات البويضة؟ السلام عليكم. ديالي. أهلا. أحبا ما أحبا بالوليدات. الحباب ديالي. توحشوني خليكم ليلي حفظكم ليلي واش انا غنمشي بلا ما نبوسكم فرقعات فيني فائزه مش شطاتي انا كنت في الطواليط خشفة فوق حتى حد انا لقيت الباب محلول ديال الحديد ديال كمستي اويلي والله لقيت الباب محلول ديال الحديد ديال هذا ماني ماما واش هما هذوك الصفات مشات دخلات الباب محلوله ماما عايشه والله عايشه ماما هنا يعني تدفيني دي موفمون بالله يصب حتى شي واحد الشيء كخطاب التقيه كخطاب التقيه وشي فيها سميتو في الو كتجاوب ما عندكش كونيكسيون ما عندكش ريزو دزتو حدايا في الترونسبور عندك فين كنت فايزة في الحانوت وجيت القصر على الباب نتاعها فايزة قسما بالله الا متسرعين بجوج غيكون غير البرد غنكون سديتو على جوج ويلي جديدو هادي بجوج بيبان شكون دزتو حدايا الترونسبور تنقول لكم راكم شتونين لاباس عليكم اجا غالي شكبارك ولكن في الاول كنا كنضربوا ليها الباب كتخلع ولكن دابا مبقيناش كنضربوا ليها الباب بحال ولات كتبغي تخرج بغيت غير تشوف شنو كاين كتشوف هنا كنخرجوا كتبغي واش خطيتي بصح الباب محلو انت شوفي شانيل واش بصح خليك محلو علاش ما سديتيش ورايا هاد الطواليط انا ملي خرجتي سد الباب ما تخليش محلو لا حشومه وغيزيدونس ماشي تا واخا ماشي مشكل علاش حيت كنتعصب انا فحال هكا هادشي غير نقول لك فائزه لا سفيان كان في الدار وانا كنت في الطواليط انا خشفتني في الدوش مشيت انا للحانوت ويلي وانت كيف في الدار سد الباب حشوم انا حسابي وصاحبي تسديت انايا غالي اجي بوسني بوسطاتي انا غنعطيك دابا الدو اجي قلبو غير هنايا كتكون مخبيه تحت من هادشي ولا كتدخل ما كتدخلش هي راه كبيره اش من كتدخل ملي ما كتخشاش ملي راه كبيره ملي تخشى واش كتخرج هي كتخرج وايلا لقيت لها بحلول تخرج قلبي مزيان قلبي شانين ديري بحال غتعطيني الماكله شانين لا خليت الباب محلول صاحبي انت كنتي في الدار سدو ديك الساعه انت من نهار ملي خرجت الصباح كتقول لك فائزه الله يهديك سد الباب ماما
صافي نشوف وحده اخرى بنت نشوف وحده اخرى A few moments later. ايجلس انت حبيبه ديالي هادشي كل هذا انت انت غادي نديرو ستوري غادي لينا شي ستوري فيديو الا لقاو يجيو لنا كلشي هنا كيعرفنا كلشي هنا كيعرفنا والله قسم كلشي هنا كيعرفنا عندك التصوير صح اوف لا حول ولا قوه الا بالله صافي كيتشاور وي بالصلاه درني راه شوف عارفه نقول لهم انا نقول لهم انا الكاميرا ديال العماره تحت ما كايناش شانيل لا والو شفنا حتى السطح ما كايناش غتكون مشات انا شتي فاش كنت في الطواليت صحيت في البالكون سمعت شي وليدات كيخوتو اي 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 انا سمعتهم دابا تقريبا هما مع شي كيجيو من المدرسه لا سته قول انا هذيك الخمسة ونص بحال هكا كتمشي ونص ساعة نص ساعة صافو بيها شوف عيط له قول له يخدم الكاميرات شي واحد عزاف شي حس نشوف هذا شي حد شي خطا لا لا ماشي قطة هادي كاينة الوقت سمعتيني قولوا عافاك يشوف لنا الكاميرات ديال الخمسة ما بين الخمسة والستة الله يستر عليك بدر عافاك واش إلا كانتي غير داها شي واحد نعرفو بعدا شكون يلا واخا أنا غنزل عاود نشوف أنا غندق على الجيران واحد بواحد نشوف على الله تكون يلا قالك يلا سلام قالك نشوفو الجيران يلا ندقوا على شوفي دقي على اللي هادي خليها معايا خليها معايا البريميو دي فوتو ديالها معايا انت سفيان يلا البريميو دي فوتو معايا فايزه كنتي تسدي الباب والله وكنتي غير تدفعي مورا كنتي تسد واحد وغير ديري ليا كنتي غادي تمشي لبوسكوره كاع شكون انت يا مدوخ انت ما جاي حتى حاجه تخطر شكون غنمشي لبوسكوره انا قلت لك قلت لي غادي تمشي اش 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 رجليك بلاتي بلاتي لا ويلي باش صافي لينا اخوتي كيف شفتوا اميره ملي جا غالي وصار هنا كيقلبوا شافت الكاميرا الفوق ما عندنا ما نديرو وديك الساعه كانت ردت الفاج ديالها في شكل قالت لي تقول لي فين درتيها فين درتيها دابا صفيه اتفقت معها باش يمشي يطلعها من منين كاينه هي وشوفوا ردت الفاج ديالهم كيفاش دايره A few moments later ماشي كيصوني شي ما بغاش يحلوا لينا كاع باش يجيب لك التصويرات
هاي انت شنو صابه صرا حسيت بها صابه على حساب لينا انت وبغات تزيد اللي فرحت فرحت داي ان شاء الله تدمع في عيني وحق الله القاصر بقات لي اميره مسكينه اميره باش تعرف لها صرا واحد الحاجه عرفتي شنو وقع اميره هزات راسها اش كيضربني سفيان ولكن اميره انت شفتي الكاميرا ياكي كيفاش شفتيها؟ لا كيفاش شفتيها؟ كنت كنشوف غالي كنت كيطل كيطل يشوف الكاميرا كدعي لنا ديك نبكي ولا غير دعينا بالعيني ما فهمتش شنو شفتي الكاميرا شفت الكاميرا انا كنغمزك كندير لك ما فهمت ما ديتش ما جيت انا صحابي واش كتقول لي لي عرفتي شنو كيسمي فايزه زوميتي لهم اللقطه فاش فهمات زومي لهم اللقطه انا كتغمزني كيصحابي واش كتقول لي زعما ما تقولي والو لعمي فايزه باش ما يبقاش فيها الحال كنقول لك كتشوفي عليك فايزه كندير لي هكا كنقول صافي راه ما بغاتش دابا غالي انت 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 علاش شتي كتبكي قبيله قول لي شوفي قول لي مال المدرسه انا هو كيبكي على سوجي اخر هو دائما قول لي وعاود لي شنو علاش كنتي كتبكي قبيله؟ لا علاش؟ علاش على صالين؟ وعلاش كنتي كتبكي؟ عاود لينا شنو قلتي؟ كنت كان مروع وانا درني راسي وكرسي كيبقى كيضربني وانا كيبقى كنكتب في ليكول لا يا عيا مسكين عيا ما الاساتذه اللي كيتبعونا ديال الغالي عافاكم ما تبقاوش عطاو يكتب بزاف تيعيا مسكين وثنا تيعيا يمشي ولا ما يمشيش شنو بغيت فرحتي ما بغاش يمشي ما بغاش يمشي حتى شنو في الدار واخا في الدار لتحت سبحان الله العظيم داكشي كيقول لي خلي لي السيرو ديال الدار كيقول لي فين خليتي السيرو ديال الدار صراحة كان مقلب زوين زوين بزاف وعجبني بزاف وشي حاجة اللي زوينة أنه الواحد حب الحيوان واحد الحيوان كيبغي يرفق بيرفق بالحيوان يعني فهمتي كيكون كيحسوا أنه زعما عرفتي شحال دابا راه قريبة عام تقريبا هي عام وهي معانا وعرفتي جابوها عرفتي فاش كانت أخوتي صغيرة 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 ديال بصح أنا ما شكيتش غادي تمشي قلت غتبقى غير هنايا بصح إلا بقى لي داك السطور يا خوتي غنذكركم هنايا في الفيديو كيفاش تجابوها تحت كيتسد واحد الحاجة وهاد البلاصة فين ساكن خويا باضي عرفتي شنو ما شاء الله تبارك الله كاين لي كاميرا بزاف كاين لي كاميرا أصاط لي كاميرا جردت ما ما نزيدش مساك الوليدات نكمل عليهم انا خصنا نعيطو لبادر نقولو له ويلي 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 خلينا تلقى يلا اميره رجعت للفرحه ديالك ياك اباغ الكاميرا وداكشي الحمد لله الناس متابعيننا كثير يعني ديو غير ستوري واحد يجيبوه انا لانهم كيعرفوا مات خويا باللي ما درتش ستوري عندك لا لا ما درتوش ويلي يلا قول لهم باي باي وبيزوات ليكم كحماقوا عليكم بزاف ما تبقاش عاودوا بيا انا برك عليا انا قلبي الصغير لا يحتمل كتعجبني عرفتي كيعجبني نديرو مقلب الصغير علاش حيت كتولي عرفتي معقوله عرفتي شنو كتبدا كتعطي الافكار باش كتضحك اجي نطلعوا السطح اميره شوفي اجي نهبطوا لتحت ديال الخطه كبدا ديال الخطات في المقلب اللي دايره انا وبادر قالت لها خالتي ما تقيسيش تماك تيجي وندير الباصه حيت الوقت باش نضيعوه في المشكل نضيعوه في الحل صافي الحل سي كيفاش ايوا خوتي تهلاو لنا فراسكم اميره كلمه اخيره قولي الحمد لله اللي مقلب كتبغيك وقول لها الحمد لله اللي مقلب الحمد لله تبارك الله عليكم بيزوات لكم باي يا سلام على